نحن حريصون على أمن البلد يا شيخ وديانة والله. وأنا أتحدث أن المشايخ قالوا لكبار ولاة الأمر أن الأمن الذي نحن نحافظ عليه في هذا البلد كيف عبادة لله، كما نصلي ونصوم نحافظ على الأمن. ولذلك تجد أن مواقف العلماء حتى في بلادنا وفي غيرها، نتحدث عن بلادنا، في الأزمات مواقف العلماء إذا اضطرب الناس ذلك. إذا بدت مؤامرات خارجية من اللي وقف لما جاءت أزمة الحوثيين تهديد البلد؟ لما الآن إيران ومواقفها وأهدافها في البلد مكشوفة لم تعد سرا، الآن أصبح يصرح بها. من أول من نبه لها يا شيخ هم العلماء قبل 20 سنة بمواقف معلنة مكتوبة، بل ما كانت معلنة، قدمت أول الأمر لهيئة كبار العلماء. فالعلماء الحقيقة هم اللي حافظون على الأمن، وهذه قضية أنهم من يضع من كما تقول حب قبة يجب يهدى. ولذلك دور العلماء بالمناسبة ليس فقط ترى في موضوع المنكرات، من أعظم ما يتعلق بدور العلماء هو موضوع العنف. مثلا أنا الأمامي شوف هذه المذكرة، صحيح قضية يعني استمرت يعني سنوات وعانى منها البلد بشكل كبير جدا. اقرأ هذا قدمت لمجلس الشورى يا أخي الكريم، ترى دراسة أنا قدمتها باسمي لكنها ليست أعد عدد مشايخ العلماء. لعل أستاذنا الكريم رؤية هي رؤية خاصة عن ظاهرة العنف في المملكة العربية السعودية. يعني لمجلس الشورى. لمجلس الشورى، نعم هي تظهر الآن على الهواء. يعني إذن الإصلاح ليس خطرا وليس يعني مهددا للأمن فضيلة الشيخ والوحدة للوطن. بالعكس هو الضمانة، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. لاحظ الضمانة لعدم إهلاك القرى وتدخل العدو هو الإصلاح. وما كان ربك ليهلك القرى هلاك بظلم، يعني الظلم موجود الفساد موجود، بس بشرط، شرط ما هو؟ وأهلها مصلحون. من هم أهل؟ هم ولاة الأمر، هم العلماء، هم المصلحون، هم المخلصون.